اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده يا جماعه معانا بودي، هساله سؤال مهم قوي. ايه رايك يا بودي لما تبقى الشركه بتنزل لعبه ليها جمهور معين وفجاه الشركه تغير مسار اللعبه؟ هدي لك مثال. يعني مثلا بودي ريزيدنت ايفل طول عمرها معروفه ان هي لعبه رعب، وكانت كمان لعبه الغاز، يعني اللي هو مش بسهوله انك تعرف انت المفروض هتروح فين او وتقعد تدور على اللغز وتحل اللغز. فطبعا الرعب لما بيرتبط بالالغاز بيبقى اللعبه جميله تشد الناس، لان بيبقى ايه الموضوع مخيف، يعني حتى ما انتش عارف حتى المكان اللي انت هتروحه. تمام، فجاه الكلام ده فضل مستمر لغايه ريزيدنت ايفل 4. فجاه في ريزيدنت ايفل 5 و6 قلبت لعبه اكشن مباشر، اللي هو ضرب نار والمكان محدد لك على الخريطه. مفيش حتى الوحوش تلاقيهم مش مرعبين، وتلاقي المكان متحدد على الخريطه مفيش اي الغاز. فساعتها ايه رايك الجمهور بتاع اللعبه، هل هيستمر في ان هو يلعب اللعبه ولا هيبدا يتضايق من حاجه زي كده؟ بالنسبه لي انت بالنسبه لك لو لقيت الشركه هيتضايقوا، لان انا بالنسبه لي كمان برضو ما بحبش اللعب اللي هي رعب واكشن في نفس الوقت. تمام، مش بتلقش على بعضها، هي لعبه الرعب لازم تكون الغاز. صح، انا معاك برضو في النقطه ديت. انا كنت فعلا برضو بحب ريزيدنت ايفل لغايه الجزء الرابع، والخامس والسادس ما عجبونيش. طيب لما رجعت الشركه بعد كده في الجزء السابع رجعت للنظام القديم بتاعها تاني، اللي هو ان اللعبه تبقى فيها الغاز وكده هل انت حاسس ان اللعبه رجعت زي ما كانت الاول ولا مش للدرجه دي؟ يعني انا هقول لك رايي. انا حاسس ان اللعبه هي رجعت شويه لنظام الالغاز، بس تحس ان هي مش زي الاول. يعني تحس مثلا الوحوش نفسهم اللي في اللعبه تحس ان يعني ما كنتش بتخض قوي اما الوحش بيجي لي. فنأمل بقى ان الجزء الثمانية يظبط. بس انا يعني انت معايا في نقطه ان لو الشركه غيرت مسار اللعبه الجمهور بيتابعها عشان حاجه معينه، فلو فجاه غيرت مسار اللعبه قلبت من رعب اللعبة اكشن ما بتبقاش حاجه كويسه، مش تبقى حلوه يعني. تمام، طب هاخد رايك بقى في موضوع تاني بقى مهم برضه. ايه رايك لما شركه تنزل لعبه يعني بجرافيك حلو وقصه حلوه، وفجاه لها الجزء اللي بعده يبقى الناس مستنيين جرافيك احلى وقصه احلى، ويبقى الموضوع مخزن، يعني يبقى اوحش من الجزء الاول؟ اديك مثال. مثلا كان في مثلا لعبه جاد فازر الجزء الاولاني، ده كان جزء جميل. لما جه نزل جاد فازر 2 الناس كانوا متاملين انه يبقى جزء احسن، وطلع اوحش خالص. حتى الرسومات اللي في اللعبه تحس ان كاني واحد رسمها بايده، ما تحسش ان دي الشركه اللي عامله اللعبه. فكان انطباعك عن الموضوع ده رايك ايه في الموضوع ده؟ لا يعني مثلا عامه حاجه زي كده حصلت، ايه رايك؟ يعني انت مثلا الشركه نزلت جزء وانت مستني جزء احسن، أم الشركه عملت الجزء الثاني اوحش مش احسن؟ في شركات كتير بتعمل كده. انا عن نفسي ما بحبش الموضوع ده. يعني انا مثلا لاحظت حاجه بصراحه، انا مثلا لاحظت حاجه وفي ناس مستغربها على القناه عندي. لعبه واتش دوجز 1 انا كنت بلعبها حلوه جدا، كانت جميله جدا، بس طبعا كنت بلعبها قبل القناه. يعني لما نزلت واتش دوجز 2 حسيت ان مش حلوه، وانا برضه حسيت ان هي يعني مش حلوه زي 1. فانا بستغرب ليه الشركات بعد ما تعمل جزء حلو ليه الجزء الثاني بقى اوحش؟ الموضوع ده بصراحه انا احنا ممكن نشارك الناس بقى، الجمهور اكتبوا لنا في الكومنتات يا جماعه ايه رايكم في الموضوع ده. فدي ايه رايك في لعبه اوتلاست؟ الشمس غابت. رايك في لعبه اوتلاست؟ ما بحبهاش يا بودي. ليه بقى؟ اولا انا في ناس كتير قالوا لي العبها على القناه، بس انا مش حابب اللعبه لسبب. اللعبه فكرتها اللي هو ايه، ان انت بتبقى ماشي كده بكاميرا وبطاريات ومش عارف ايه اللي هو يعني ما فيهاش اسلحه. انا ما بحبش اللعبه اللي ما فيهاش اسلحه. هو انت مش بتقول ريزيدنت ايفل؟ لا بس ريزيدنت ايفل كان فيها اسلحه. ماشي، لا ما انا مش ما بحبش اللعبه الرعب اللي هي تبقى غامضه كده من غير اسلحه. لا لعبه رعب بس يبقى فيها اسلحه، مش تبقى لعبه رعب. هو انت عايز الاكشن ولا عايز الرعب؟ لا في فرق. انا بقول لك الجزء الخامس والسادس مش حكايه ان هم قلبوا اكشن، بمعنى ان هو مفيش اي الغاز حتى ان انت تفكر فيها. انا مش قصدي كده، لكن فكره ان يبقى فيها اسلحه في اللعبه لازم يبقى فيها اسلحه في اللعبه. انت فاهم قصدي؟ طب انت ايه رايك انت في اوتلاست؟ انا قلت رايي في اوتلاست. انا جربت الجزء الاول والثاني ومستني الثالث. قفلت الاولاني والثاني وقفلت الثاني. اللعبه حلوه تستاهل جدا، بس الجزء الثاني اصعب من الاولاني بكتير جدا. طب ابو انا عندي فكره حلوه. طب ما تعمل لها فيديوهات على القناه عندي. نعم خلاص. نعم
انتظروا مني انتظروا فيديو منه بس. فيديوهات الاوت بس الصوان عشان ما فيش مشكلة والله ماشي والله حلو بس انا 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 عن نفسي مش بص انا انزل فيديو واتفرج عليه خلاص تشوفه ماشي عجبتك ماشي نزل خلاص ماشي يا ابوي بس كده يا جماعه شكرا جدا لكم وإلى لقاء اخر في فيديو جديد عشان الشمس غابت بقى خلاص مش عارف اصور